الراجل الثاني عندي معاه جوج ديال الوليدات، الراجل الثاني برك معايا مدة عامين، ما كان لا كيخدم لا كيردم، كيتهز رحمة على راسي. منين تقعدت جيتي وهدرت زادو خلاني تي كيقول لي يا راه ما عرفتش حراق. انا ما سولتش عليه حيت انا ما بقيتش باغا نسول عليه، وليت باغا نعيش، انا باغا نعيش وليداتي وباغا نطلق من التجرد. هاد الزوج الثاني، هاد الزوج الثاني كان دوز الحبس على قولك في المعلومات اللي عندي انا، هذا الاول. ثانيا هاد الزوج ضحى بالغالي والنفيس الثاني على قولك ولحتي ليه حوايجو للزنقه، انا ما كنت ضارب مع والدي على قولك. صحيح تعرف ما كل شيء على قبلي، انا معاك في الانساني الله يسترنا، اللي ما خرج من الدنيا ما خرج من العقيبه، ولكن شي اشياء واضحين. انا جبتيني بذكاء، ما قلتيش لي سلوى بنت الشعب، حتى جيت لعندك عطيتيني نفس المعطيات ولكن بينتي لي بلا ملف اخر. شفتي كتهضري معايا وكتبكي. هادي شي 3 ايام دابا قسما بالله ما لقيناش الخبز، ومشيت عند دمو الخبز كاين حدانا قلت ليها فاك سلفنيها جوج خبزات، ويقول لي لا. مني لقيت في البلاكار لقيت عندي دابا مشيت جبت خبز قسمت عليهم كاملين كلشي كيدار بقى الخبز. انا كبيره سمحت في راسي قطعت لهم شويه شويه لواحد، سمحت في راسي خليت مكلي ما كولو نتوما اللي صغار، انا كبيره ماشي مشكل. مشاهدينا الكرام مرحبا بكم معنا مره اخرى. تلقي اتصال من عند سلوى، سلوى كتعيش في الدار البيضاء ملقبه بسلوى بنت الشعب. سلوى بنت الشعب عدد من المغاربة كانوا متبعين القصة ديالها، وكذلك معايا الابنة ديالها اللي الحمد لله تتفوق 18 سنة. مشاهدينا الكرام سلوى عندها 7 ديال الوليدات، عندها الزوج الاول طلقت منه والثاني كتعاني الامرين. مشاهدينا الكرام غادي تشوفوا معايا القصة ديال سلوى من الاول. سلوى انا كنهضر معاك وانت كتبكي، عاودي لي القصة ديالك من الاول تفضلي. السلام عليكم. اول حاجة انا مسمية راسي بنت الشعب حيت ما عندي تا واحد، عندي الله وخوتي المغاربة داخل ارض الوطن وخارج ارض الوطن، وديما كنقول هاد الكلمة. انا ام لسبعة اطفال، الله اللي عطاهم ليا ما عندي ما ندير، قسم بالله الله كاين بزاف الناس كيقولش ما كاينش الدواء ما كاينش هادي ما كاينش هادي. متنساوش اخوتي انا راه عندي سرطان الثدي، 4 العمليات اخوت اللي كنحيد فيهم الولسيس والحصص الشيمي ما قدرتش نديرهم ما قدرتش نتبع حيت ما حيلتي لقمة العيش الاطفال ديالي، ما حيلتي راسي وبربدا من صغري ما عندي حتى شي واحد، عندي الله وليداتي حتى واحد ما عندي، وانتوما المغاربة ديما كنقول لكم هاد الكلمة، انتوما خوتي انتوما حبابي، انا اللي تسدو عليا البيبان وغنتلاح انا ولادي بالزرقاء، غنتلاح بالزرقاء حيت مولاة الدار قالت لك 7 الوليدات بزاف، عطينا فلوس الكرا قالت لك لا كملي شهوراتك اللي مسبقة ليا وخرجي بحالاتك، يعني نهار 30 نهار 31 خصني نخرج، ولا بغيتي تخرجي خاصك 5000 درهم غير باش تشكري. مشيت كنقلب على شي حاجة على قدي، لقيت لاكاب اخوتي، لاكاب في بيت وفي لافافو طواليط حاجاكم ومكين الشبش، لقيته ب24 شهرين تصبيق وشعر كرا. انا دخت انا ما عندي حتى واحد. الزوج الاول عندك معاه شحال؟ عندك معاه 7 ديال الولاد طلقتي منه؟ عندي معاه 5 ديال الوليدات، الراجل الثاني عندي معاه 2 ديال الوليدات، الراجل الثاني برك معايا مدة عامين، ما كان لا كيخدم لا كيردم، كيتهز رحمة على راسي. منين تقعدت جيتي وهدرت زادو خلاني. شي كيقول لي راه مشات تركيا، شي كيقول لي راه ما عرفتش حراق. انا ما سولتش عليه حيت انا ما بقيتش باغا نسول عليه، وليت باغا نعيش، انا باغا نعيش وليداتي وباغا نطلق من التجرد.
القدم التشرد، ماشي انا ولادي. لا واخا، هاد الزوج الثاني، هاد الزوج الثاني كان دوز الحبس على قولك في المعلومات اللي عندي انا، هذا الاول. ثانيا هاد الزوج ضحى بالغالي والنفيس الثاني على قولك ولحتي ليه حوايجو للزنقه. كيفاش ما رحتهمش ليه؟ حتى انا هاد الوقت ضعيف عليا بزاف، انا غير هضرت هو صح حوايجو وخرج. علاش دوز الحبس على قبلك هو؟ حيت على الزهر. الزهر، الزهر كذب. انا ماشي مرتو، قال لي رانا مرتي، ومنين طلعوه في البيسي لقاو صيفطوه طرابيه، يعني كذب. انا ما كذب. ضارب مع والدي على قبلك؟ صحيح. تعرف مع كل شيء على قبلي، ولكن انا ما عندي جد، هو ما عنده زهر وانا كثر منه، ولكن هادشي اللي دار دابا ضرني، يعني خلاني في هاد الحالة بحال هكا. هادي المرة الثانية اللي انا كنبغي نحل فيها وكيبقى عندي والو وكيمشي. ولكن انت كتشوفيها من هاد الزاوية، وملائكته اللي حاضرة معاه، جريتي عليه ولحتي ليه حوايجو للزنقة، كرامة ديالو كزوج، ما حاولتيش انك تندمي على هادشي اللي درتي؟ راه تصالحت معاه وبرك معايا ودوزنا العواشر ودوزنا العيد انا تتفاجأت السيد كان بات مصبح، انا تصدمت، قدر تكون بقات فيه. السؤال كذلك اللي عندي معاك، انا معاك في الانساني الله يسترنا، اللي ما خرج من الدنيا ما خرج من العقيبه، ولكن شي اشياء واضحين. انا جبتيني بذكاء، ما قلتيش لي سلوى بنت الشعب، حتى جيت لعندك عطيتيني نفس المعطيات، ولكن بينتي لي بلا ملف اخر، حيت عرفتيني انا عندي فكره شيئا ما على الخرجات ديالك وبعض النقاش اللي عندك مع الراي العام، وكتجاوبي ما غيعجبوش بزاف ديال الناس، بزاف ديال. علاش انت ملي اتصلتي بيا ما قلتيش لي شكون انا؟ علاش خليتي انت جيت تلقى جيت لقيتك انت هي سلوى بنت الشعب؟ ما قلتش لك انا بنت الشعب، ولكن قلت لك سميتي الحقيقي، قلت لك سلوى، حيت خويا يوسف بغيتك انت تجي توري الحقيقه، حيت بزاف ديال الناس كيقولوا انا عندي الدار، بزاف ديال الناس كيقولوا عندي فلوس، بزاف ديال الناس كيقولك انا ما مريضاش، فهمتي؟ بزاف ديال الناس كيقولك انا يعني متهومه، ما حيت انا ما كنعرفش نزوق اللي في قلبي كنخرجو، اللي كاين كنخرجو، لدرجه ان شي واحد اللي شري عطاني شي محسن شي حاجه كنطلع وكنقول فلان بالسميه الله يرحم والديك الله يجازيك بخير، راه الله حتى كيبقاو فهمتي يبقاو يكتبوا لي حتى السيده ولا السيد مسكين كيعرف يمشي فحالو. هذيك القناه اللي درتي، انت درتي قناه سميتها سلوى بنت الشعب، انا شفتها وشفت طابلو دبور ديالها، ما فيهاش مدخول كثير، يعني فيها شي امور قليله بشكل كبير. هنا هذاك المحتوى اللي كديري، ما مشتيش ديري شي محتوى اللي يقدر يتقبلوه الناس ويشاركوا معك فيه الناس، ولا ديري مثلا طبخ ولا الحلويات ولا شي محتوى راقي اللي الناس تكون معك فيه، ما حاولتيش تاخذي هذه الزاويه هذه؟ والله اخويا درت قصص، كنحكي على قصص ديالي، ما لقيتش مسانده. امتى كتلقاي مسانده؟ لا انت بديتي تغوتي هذيك الساعه كتلقاي كيطلع عندك اللايف، يعني بنادم كيبغي نقول لك الحقيقه، كيبغي الفضيحه، كيبغي الفضيحه. انا ما قدش على الفضيحه، انا كنطلب الله يسرني ويسر لي وليداتي، انا ام لسبعه اطفال، راك شتي شكون اللي كيطلع دابا وشكون اللي قنواتهم كيطلعوا؟ ما كنعممش، ولكن راه كنقول داك الشيء اللي كاين، الناس اللي عندهم محتوى راه ما كيطلعوش. هاد السيده اللي قالت لك دابا تخرجي من المنزل، شحال كتسالك ديال الكرام؟ كتسالني شهرين. قالت لك الا ما خلصتيش هاد الشهر؟ لا هاد الشهرين ديالي انا اللي عطيتهم لها عربون، قالت لي سكنيهم وخرجي. ها انا دابا سكنتهم الشهر اللي فات وهاد الشهر اليوم فيه 28، وما كيبغاوش يكريو لي بسمعه الاولاد اللي كيضرني هما وليداتي. على هاد الكلمه ديال اللي ضرني ام وليداتي، بقي معايا مشاهدينا الكرام لتنور الراي العام اكثر في الموضوع، معايا الابنه ديالها قبل من التصوير قالت لي كلام مؤثر، هي 18 سنه جلسات من القرايه على قبل الام ديالها، وبغات مسكينه تمشي تخدم في مقهى. كيبان لي الرساله واضحه، السبب انه الام ديالها مريضه بالسرطان. تبعوا معايا، كي دايره؟ لاباس؟ لاباس الحمد لله. السلام عليكم. السلام. علاش جلستي من المدرسه وعاوديتي؟ كنت مع واحد الناس كانوا مربيني، صافي مني كانوا مربين ديك الناس، عرفت ماما مريضه بالسرطان وغدير عمليه على بزولجها
وانا نجي عند امي جلست معاها. صافي مني جلست معاها ومبقيتش ماما في حاجه، دارت العملي وانا بقيت جالسه مع الدراري مقابلاهم. صافي خرجت من المدرسه بقيت مع خوتي مقابلاهم. ماما كتشي بحال هكا الحال مش كدايره في الراشه، كتشي تبيع وتشري. مره عندنا مره ما عندناش نقول لها خليني انا نخرج نخدم، ما كاش خلينيش، كتقول لي لا ما كاش بغيش. ما شاء الله. صافي المستوى اللي جلستي فيه في المدرسة شحال باش جلستي؟ سيزيام، خرجت من السيزيام، خرجت من السيزيام، خرج هاد العام يلاه خرج مني. عرفت ماما غدير عملية مؤخرا، صافي خرج، خرج مع دوك الناس كانوا مربيني. جلست، جلست مع ماما صافي، وجلست قابلت خوتي وصافي، وسمحت في المدرسة. انتي هي الكبيرة؟ انا هي الكبيرة والله كبيرة فيه. آه انا هي الكبيرة فيه مقابلة. عاودي ليا كيفاش كتعيشي مع خوتك والوالده؟ ظروفك كتهضري معايا وكتبكي. هادي شي 3 ايام دابا قسما بالله ما لقيناش الخبز، ومشيت عند دمو الخبز كاين حدا هناك تلعب فيك تلفني جوج خبزات، ويقول لي لا. مني لقيت في البلاكار، لقيت عندي دابا مشيت جبت خبز، قسمت عليهم كاملين كلشي كيضارب على الخبز. انا كبيره سمحت في راسي، قطعت لهم شويه شويه لواحد، سمحت في راسي خرجت من كلمه كولو نتوما اللي صغار. انا كبيره ماشي مشكل. قولي لي اللي بغيتي. انا هادشي علاش ما كنتش باغا نجي معايا بنتي؟ هادي هادشي علاش ما كنتش باغا نجيبها، وكنت مخليها عند دوك الناس اللي كانوا هما مربيينهم، اللي هما ما كيجيو لي حتى شي حاجه فلا في العائله في والو، كنت حاطه عندهم مربينا ليا بسميتي وبكنيتي وبسميت با. بغيت تقرا ماشي سمعت فيها، ولكن هي النهار اللي جات بغات خوتها راه كنقول لها نهار كيكون نهار ما كيكونش بنيتي. يا بتشوفينيش كنطلع في اليوتيوب كنضحك، راه كاين نهار اللي ما كنلقاش حتى خبزه، حتى خبزه ما كنلقاوهاش. وعاشت معايا هاد المعاناه، عاشت معايا لدرجه ان تليفونها راه هي تقول لي انا ما تليفون شارين ولا الناس بعتو، بعتو هي ماشي اهلا مسكينه زاتو بعتو باش قالت لك نشريوها ماما الليليجة باش نديرو فيها خضرة ديال رمضان. ولات بايعه مسكينه ب 14000 ريال وموكله على خوتها وبغات تخلص الويفي. قلت لها لا سيري بنيتي خلي ليكم ما تصير. يعني انا تشويت بالعلامة لا والو، بقى انا هي انا، لا سكن لا عيشة بجدة لا شي حاجة. ديت حب الناس في الزنقة ملي كيتلاقاو معاك كيبوسوك يعلوك يقول الله يعاونك على وليداتك، نقولو بالرحيم هادشي اللي كاين. الله يفرج عليك يا ربي، شحال هادي نقول لك ما شاء الله، الله يسترك الله يسترك يا ربي. خليها تمشي تخدم في القهوة، حنا كنعرفو المجتمع ديال القهوة وشنو فيه، منقدرش. الله يفرج عليكم يا ربي، مش حق الله العظيم من القمة في البراءة، القمة 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 في البراءة. سمعتي بنتك؟ أنا ما نقدرش نخليها تخرج تخدم، أنت عارفة شنو كاين، عارفة شنو كاين، ما نقدرش نخليك ما تجيش تخدمي، ما نقدرش، ما نقدرش، هادشي اللي كاين ما نقدرش، نكذب عليكم ما نقدرش. اختي الله يفرج عليك يا ربي، هادشي اللي غادي نقول لك، نعرف القصة ديالك لا إله إلا الله. اختي شكرا لك مشاهدينا الكرام اللي تنور رأي العام أكثر في الموضوع. سلوى تواصلوا مع مجموعة من المنابر الإعلامية، سجلوا معها، دارت قناة، شيئا ما لم تتوفق أنه تجري القناة ديالها لبزاف ديال الظروف مشاهدينا الكرام. بعض الأمور التي يتم النقد فيها لهذه الشخصية صراحة أمور هامشية شيئا ما، ولكن جوهر الموضوع هو الشق الإنساني. سبعة ديال الوليدات عندها 5 مع الأولاني، قبل من التصوير سولت عليه على النفقة، قالت لي هو تيقول لها عاونيني. ثاني موضوع النقاش، لأنه كاين معلومات أنا عرفتهم موجهة بها أمام الرأي العام، والرأي العام عارفني في أسئلتي كي داير، غنكون واضح أنه هي طردات من المنزل بزاف د الاعتبارات هي اللي كتشوفها منطقية بالنسبة لها. مشاهدينا الكرام، حنا في شبان مقبل على رمضان، يا ربي أنا غنوضع رقم الهاتف ديالها، الوضع الصحي ديالها فيها السرطان، البنية تتحمل مسؤولية خوتها كاملين الصغار،
شابة 18 سنة، جميلة مؤدبة، لها مواصفات خاصة والله العظيم، القمة في الوراء. ضاعت من تندرس. الأسباب والمسببات موضوع النقاش، أصلا تبحروا فيها أكثر، ولكن ما يهمنا هو الهدف الأسمى والأرقى في الموضوع، هو الأجر مع العائلة. 7 ديال الوليدات هي مقبلة دابا على أنه غادي تشوف الشارع فين غادي تمشي. مشاهدينا الكرام، أرجوكم ساعدوا سلوى وفق المستطاع. أنا غنوضع رقم الهاتف ديالها، والله عز وجل هو اللي كيخلص المحسنين. مشاهدينا الكرام، تعليق المواطن، شكرا لكم.